أمير بني صخر مثقال الفايز بني صخر في الشمال، رجال كريم معروف تاريخه يشهد له. قلط عليه تاجر، وهذا التاجر تاجر إبل ومواشي، يقول أنا أتقهوى أنا وياه والحالنا، ويبي يسمع سواليف غريبة مثقال الشيخ. قال يا تاجر فلان، قال نعم، قال وش أغرب ما مر عليك؟ وش الشيء اللي جرى عليك ويستاهل أنك تتكلم فيه؟ قال والله مذكور لي عرب في المكان الفلاني وعندهم إبل وغنم معروضة للبيع، وحنا على بداية الشتاء، يقول أنا ما أشتري إلا في الشتاء، خدت عصاتي وخدت ذهابي وقمت أمشي في هالبر. يقول يوم جيت المكان اللي هم وصفين اللي فيه ما في أحد، لقيت بيت شعر خربوش أبويتن وعنده بعير مقيد، وأنا أبي الجلسة وأبي القهوة وأبي أرتاح. يقول يوم جيت ما حول أحد هالبيت، يقول وصوت وصوت وتطلع لي هاك الستيرة، مرة في نصف عمرها ستيرة، اقلط اقلط. قال وين راعي البيت؟ قالت وين راعي البيت يطلب كل حل، توفي. هي تظن اني اعرف راعي البيت. قال وعيال راعي البيت؟ قالت ما جاء عيال. قال خير ان شاء الله في امان الله. قالت له اقلط، عرفت اني ما اعرفه، يوم سالت عن عيال عرفت اني ما اعرف. قالت اقلط، قال ما في احد. قالت اقلط، راعي البيت يضيف حي ميت. يا سلام، والله انت اقلط. يا سلام. هي قالت له جيرت الله عليك. يقول يوم جيرتني وقالت لي هالكلمة تأثرت، قلت يلا، وأنا أقلط ولا هي شابة الضب وحاطت لي التمر والقهوة وهي في طرف البيت. يقول وتقهوة، يقول وشجازي هالمرة اللي حلفت علي أقلط، بيت ضعيف وظروف صعبة. يقول لقيت عذر في هالبعير. قلت يا أختي؟ قالت نعم. قال أنا شراي حلال وهالبعير جايز لي ودي أشتريه، حديه علي بأي ثمن. قالت والله يا لحية الغانمة، هذا شيل عليه قشي وشيل عليه بيت هالشعر اللي فيه، والله لو أعطيتك إياه ولا بعته عليك ما والله يعني أقدر أمشي، هالحق ربعي وتابعهم. قال يقول أعطيها 3 أضعاف ما تحلم فيه، 4 أضعاف 5 أضعاف عيت. قالت ما أقدر والله ما أقدر. يقول أنا خلاص، قلت لها أنا بمشي. يقول حنا أظلم علينا الليل وعلينا مطر. قالت وين تمشي فيها المطر فيها البرد؟ أنا أختي وراها التبه بروح أمرح عندها، وإذا جاء الصبح جيتك. تقول هي. قال خير إن شاء الله. يقول وهي تثور البعير وتحط عليه ماعون وتأخذ أغراض معها ما أدري وشي. يقول أنا عندي بشتي وفروتي، قلت وسدتها ورقت. يقول يوم جاء الصبح وشم ريحة النار مشبوبة، أثرها جت وأنا ما أدري. يقول أثرها تدبر في محل النار هذا. يقول يوم جيت ولا رابصة من الماء ما غير تقطر ماء. قلت انت اللي شوفت؟ يقول نايمة في البر. قالت لا والله رحت وجيت، رحت لاختي وجيت، يمكن المطر اللي جاني في الطريق. سبحان الله. يقول يوم خدت وانا اكمل قهوتي وقدوعي الا جايبت لي هاك الماعون اللي عليه لحم مقطع مثل ما تقول اوصال، مطبوخ ومستوي، وانا والله شيء زين. يقول واكل لين صفى راسي. قلت ما شاء الله مخطورين، من وين هاللحم؟ قالت والله رزق ساقها الله لنا حطيت لك. يقول في خاطري انها راحت لاختها وجابت اللحم وجت. يقول هنا عاد خلاص اصريت اني اشتري هالبعير باللي هو، لو تقول ب10 أضعاف بشتري. قلت تراني بشتري البعير. قالت البعير يا رجال ما هو للبيع، انا اشيل عليه ذهابي، كثر عليها. قالت البعير في بطنك، هل اللي تكلته هذا البعير؟ يوم حلف عليها. يقول الميب ناوية تعلمني، أثرها راحت وذبحت البعير وجابت اللحم اللي تقدر عليه وطبخت لي، لا عندها أخت ولا عندها شيء. يقول أنا تذرف عيني. قلت ما له داعي يا أختي أنا يعني اتصلت. قالت قايلت لك راعي البيت هذا يكرم حي ميت. يقول يوم أنا ما أدري شو أسوي، أسقط في يدي. هذا أصعب ما مر علي يا شيخ بثقال، هالمرة هذا اللي ذبحت لي بعيرها اللي تشيل عليه عفشة تبي تكرمني في هالبرد وفي هالليل، ما أدري شو أسوي لها. قال كم هالسالفة يا شيخ؟ قال مثل ما تقول لها 8 أشهر 7 أشهر. قال هو ينادي مثقال الفايز وينادي أهل البل، عزلوا فلانة وفلانة وفلانة وعزلوا من الغنم مثل ما تقول هاك العدد.
تدل محلها قالي قال بيمشي معك الراعي تروح تعطيه اياه تقول هذه هديه من مثقال الفايزلت وترى اخوت في الدنيا ما يلحق شيء ولا يضيم شيء وانا موجود تنصيني وعلى طول اللي تبينه حلاله وحياته. يقول وانا اخذ الحلال واخذ الراعي معي يقول نروح نلقاها في مكانها يقول اسلم عليها عرفتني. قلت هذه سالفه قلتها للشيخ مثقال الفايز وهذا المعطى هالنياق اللي ارسلها مع الراعي وهالغنم ويقول ترى اخوت ما تحتاجين شيء وهو موجود ولا يضيمت شيء وهو موجود ترى اخوت في الدنيا قبل الاخره. يقول وهي تاخذ هذا وتتشكر وانا ارجع المثقال الله يجزاه خير ولا هي بغريبه على العرب لا المراه ولا الرجال هذه من شيم العرب ومن كرم العرب واسال الله العلي العظيم ينفع بهالقصه. هو المفروض كافاها هو يعني راح وشرى لها ناقه وجمل بدل جملها وقبل مثقال. هو ما ذكر الكلام هذا لكن اتوقع انه كافاها ولا بغى يعلم. ممكن اكيد. إيه.